فكره اني حبيت نخدم على 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 سجن مدني بتونس مثلا هو نفافريل. حبيت نلوج من الاول على الارشيف نقاش حاجات حبيت فريمون نشوف خاطر ملي تنحى ملي احنا صغار قعدت ليماج معناتها نتاع الحبس كيفاش تعدى قدامه الباب البراني معناتها فريمون في وسط البلاد معناتها بعد كي تنحى فريمون كان حاجه ما عادش حد مركز معاه. قعدت كل مره وانت تعدى من غاديك نقول علاش علاش ما مره من نهار سالنا عليه مثلا مشي كيفاش علاش تنحى علاش مش من كوتي بوليتيك خاطر البوليتيسيان كلها عندهم حاجه يتذكروا غاديك حبوا زعما يخليهم ميوزي حاب يعملوا كذا. مي اللي نحكي مثلا على الذاكره الشعبيه العاديه مثلا الناس اللي تعدى اللي تسكن غاديك معناتها فريمون حد ما كانه مرتاحوا منها الحكايه هي في وقت بالعكس كان ينجم باسكو يصير في وسطه برشا حكايات بدات الحكايه هكاك. نشوف زاد اسكو اداريا نجم نلقى اكسي لاي معلومه عن فافريل ولا لا. في الارشيف ناسيونال ما لقينا حتى شيء، كل شيء يقف 55 56، بعد 55 56 ما فما حتى تراس. وزاره العدل للبلون لا حتى شيء ما حبوش يعطيونا حتى شيء. سجون الاصلاح كيف كيف. يقول لك ما عندناش مش عندنا نحن الارشيف، شوف ما عندناش، كل واحد يبعث لك للاخر. حد ما يحب يحكي على فابريل باسكو يصير صارت فيه غرايب وعجايب معناتها هذيك. يصير معناتها فما 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 فضايح ما لازمش تظهر معناتها هذيك. بعدين مسكرين تو كي ما تعطيش الحقيقه لحاجه علاش علاش كان جيت فما حاجه ما فيها حتى مشكله علاش باش تسكر عليها اللعب. انا كي خدمت نحكيت مع الناس المربيت القدم اللي كانوا في فابريل بشويه بشويه لقيت روحي فما بيرسوناج اسمه الناصر حكاو لي عليه خمسه سته من الناس سبعه من الناس بعد كل واحد كاش يحكي لك من الاول وكيك الحكايه. قلت انا بقيت كيفاش بدات الفكره زاد اني انا قلت كان باش نقعد نخدم على فافريل وكيكا ولا فافريل مانيش نعمل في دي كومونتير انا مانيش نعمل شو. انا بلاستيسيان ارتيست فيزويل على روحي معناتها نجم نخدم بطريقتي انا معناتها على البروجي. قلت انا علاش ما نحكيش نخدمش على ديتاي صغير اللي هو السيد هذا اللي هو حكيته ديجا غامضه حكيته مش مفهومه بالكدا كيما حكيت الحبس اللي زاد المعلومات اللي ناقصه على البرسوناج تاع ناصر نفسها تفسر زاد المعلومات اللي ناقصه بارابور للحبس معناتها السيد معناتها تجبد في قضيه نتاع 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 روح معناتها قتلوا واحده توريست ماتت تجبد في روح هذا شي يحكيوا لي هما ما فهمتش. البرسوناج بالنسبه لي انا هو اللي بريزونتي الحبس الكل يمثل الحبس بالنسبه لي انا الناس يمثل السيستيم كاريمون معناتها الناصر البرسوناج معناتها كيفاش معناتها يحكي ويحاسب يحكي عليه ليميت عباره معناتها كي نسمع في الحكايات تقول يحكي له على خرافه معناتها من الاول. المشنقه خاطر حكايه الناصر مربوطه بالمشنقه خاطر الناصر حسب حكايه المرابيط تشنق وما ماتش قعد في السيلون خلوه في السيلون لين معناتها مات غاديك والبرسوناج مات 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 ما تحسب يحكي فما شكون يقول لك مات هذاك مش شكون يقول لك مات من الوسخ معناتها مات بالجرب حاجه اخرى مثل بارابور الناس يجي يقول لك راهو فما شكون يقول لك منظرك التمساح وجهه ما تبدن ولا كنت مساع وهي الحكايه كلها خطر 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 فهمت فهمت اي فهمت 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 ولا 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 بدنه مسكين يحك فهمت بون تاعو سونسيبل على الاخر كي يحك الدم يخرج برا يشيع ودخلت شفت قد ديكا موجودين اللي كانوا موجودين فما عباد فريمون بدني ولا كنت مساع بالحق ولا جلد وكذا الفكره نتاع العصافر وهما عصافر هذوما معناتها كيما 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 عصفور استحمي معناتها ما البينو فهمت كيما البرسوناج على خاطر انا تخيلتهم يكونوا البينو العصافر معناتها هذيك اما هما شو يقول لك العصافر كان معناتها كي يخرج ليريا وكذا العصافر تهبط العصافر تقرب لهم تو يهربوا هو كان تهبط من يدي يقول لك العصافر معناتها فهمت فما حاجات وتنجم تصير وقت كي تسال زاد من بعد كنشوف خاطر كي جبت معايا دريسور تاع الحكايه جاو اللي جاب لي العصافر شوفوا ساعات كي يتعامل مع العصافر يجيو يقربوا له معناتها عنده ميثود نجم يكون هو عنده علاقه زاد سبيسيال معاهم اما من بعد شو يقول لك مثلا يقول لك لا انا هو نهار اللي خرجوه من السيلون تاعه مشى باش يتعدم لقى العصافر تبعته مشات معاه العصافر ما ترقد في الليل والعدام يصير بالليل ما تلقاش مع عصافر فايقه في الليل باش تمشي ما عجبتني الحكايه زاد هما حاجه اخرى اللي اسوميت لي زانفورماسيون كل اللي خفتها من عندهم حتى الغالط منه حطيته على خاطر استنشوا
ما تخاطر فما نجم ممكن تجيك ناس تقول لك ليه راهو كيفاش هكا ولا المعلومه هذه مش صحيحه ولا هكا ولا ثبت منها ولا ما حاجيش باش نثبت خاطر حبيت نثبت من الخبيب الكل مسكر ما الكيما اللي حكاو عليه هو جيت حطيته بريت ومن بعد انا توسكي ارتستيك انا زدته